رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة أكد إن في زيادة في الصادرات الزراعية من بداية الموسم ولغاية يوم 28 أكتوبر الجاري، وده بعد ما حققت صادرات الخضر والفاكهة أكتر من 4,532,745 طن، وده من كل الأصناف اللي بيتم تصديرها للأسواق العالمية والأوروبية، وجاري شحن حاليا لكتير من الأصناف في الموسم الصيفي، بالإضافة إن في تدفق ملحوظ لكل الصادرات الزراعية المصرية لجميع الأسواق العالمية، وكمان في زيادة في صادرات العنب والثوم والفراولة والرمان والفاصوليا بنسبة من 10 ل 30% السنة دي عن السنة اللي فاتت.